معش علاش الحصيله مزيانه ما كتبغيش تجبد. وبسرعه انفجرت، لقيت راسي فعلا وصلت لشاطئ مهجور وما كيوصلوش اقدام البشر. هنا لفت الانتباه ديالي صندوق صغير تحت الماء من الاينوكس. هادو غيكونوا غير حوايج ديال الحراقه الخوت. شفتيني وتات بدا تجري ها؟ نضرب لك شي تصويره مع كريستينا عدسي. غندخلو للحظيره. السلام عليكم. واحد الفكره وكان باغي ينتحر. هاك تهلاه فيه. ديالك؟ كنا غندوزو عليه. اولا لا، ماشي واحد اللي ثاني. دخلوا لها في الكربه خليه يعيش فيه. قول لي بلاصتو هاد. بلاصتو هنا فين كيعيش؟ يلاه عيش مع راسك. الله يتدير بانسر شوف كي كيدير. احنا دخلنا دابا حدا بوفاضيس الخوت، كاين هاد المحل هذا. سولنا على الخبز، قال لنا كاينه واحد السيده الفوق ولكن بعيده واقيلا شويه. هو يخرج لنا هاد الخبز هذا ديال الدار، الناس ديال هنايا كوراما. دابا تبقى لنا الطريق هي هادي باش نمشيو لبوفاضيس ونقلبوا على شي بلاصه نطونتيو فيها. راه مقاطعين البحر. هذيك واه راه من البحر. طريقك مام غادي تدخل الناظور، غادي تهول تدخل الناظور. كاين طريق اللي كيدي، كاين طريق زيو، كاين طريق السلوان العرويه. الله يحفظك الله يكثر خير. السيد راه حابين، راه ولي عندهم محل هنا في الطريق ديال بوفاضيس. الوجهه ديالنا اليوم غادي تكون شاطئ من الشواطئ النادره في المغرب واللي هو شاطئ بوفاضيس. لكن اليوم ما غاديش نكتفيو غير بالصيد بوحدو، غادي نقلبوا حتى بكاشف المعادن تحت الماء وغادي نكتشفوا بزاف ديال المفاجآت. شاطئ بوفاضيس كيتواجد على بعد 10 كيلومتر من قرية رأس الماء. وباش ما نطولش عليكم غادي ندوزو مباشرة لصباح اليوم الثاني. ملي كنشوفوا بندقية الصيد طويلة مباشرة كنعرفوا أن طريقة الصيد المستخدمة في الفيديو هي طريقة الصيد بالتربص أو الانتظار. وهذه هي أول غوصة، وأول سمكة اللي غادي نصادف هي سمكة ميرو صغيرة أو سمكة هامور، والاسم العلمي ديالها غريسي غريبر. هنا لفت الانتباه ديالي صندوق صغير تحت الماء من الإينوكس. الصراحة ملي شفتو تفاجأت، لكن ملي وصلت ليه لقيته غير كرتونة. وفي الهبطة الثانية في عمق 10 أمتار تقريبا وبقيت كنتظر لدوز شي سمكة كبيرة. لاحظت هذا العدد الكبير والغريب من الأسماك الصغيرة للاسم العلمي ديالها كروميس. هذا النوع من الأسماك كتعيش في المياه العميقة واللي التيار ديالها منخفض. من بعد عدة محاولات من اللي لاحظت أن الحوت ما سارحش، قررت أني نقلب بعض الجحور، لكن حتى هي فارغة. وهنا عرفت أن هذا المكان ما فيهش الأسماك كثيرة. هادو طيور الغاق، ومن اللي كنشوفهم بهذا التجمع كنعرف بأن هاد الأماكن ما كيوصلوهمش الناس، لأن غالبا هاد الطيور كتقلب على الأماكن اللي ما فيهاش حركة البشر. كيف ما كتلاحظوا معايا كنقرب حتى لحداهم وهما ما فاهمين والو. وملي طار هاد الطائر عرفت بانهم تزادوا في هاد المكان، لان هاد الطائر باقي صغير وما كيعرفش يطير.
في هاد الغوصة لقيت هاد الشيء الغريب اللي الشكل ديالو بحال البيضة ومعمرني ما شفتها في حياتي، وملي بغيت نهزها كانت لاصقة في الرمال وبسرعة انفجرات. انا اللي كنت قريب حداها وسمعت الصوت ديالها. بقيت كنتربص وكنتظر لا طيران يطير. ومن بعد ساعات من الصيد والاكتشاف تحت الماء والمسافة الطويلة اللي ضربت، لقيت راسي فعلا وصلت لشاطئ مهجور وما كيوصلوش اقدام البشر. شاطئ ما كيجيني حتى شي واحد. هاد الشاطئ ما يمكنش لأي إنسان يوصل ليه من غير إلا قطع مسافة في البحر. كاين غير الميرو الصغير، الحوت الكبير والو ما كاينش. شاطئ خلوي، ربما محسوب على بفاضي. الطائر اللي بغى يموت كيجي لهاد البلاصة هاد، حيت هنا الشاطئ خاوي ما فيه حتى شي واحد ومعدو منين يدخلوا الناس. ها واحد هنا ميت، الآخر تا هو ميت، هنا زوج وغادي يكون شي واحد اخر ليه. اي حاجه خرجها البحر وكتجمع كتجي لهاد الشاطئ هذا، ما عندهمش كيفاش يديروا ينقيو هذا الشيء. حيت صعيب ما كاين حتى شي طلعه والو، والله يسكن لهم بحال هكا. الشاطئ الصراحه زوين وصغير، ولكن مستحيل يهبط ليه انسان عادي، خاصو يكون كيعرف يعوم باش يدخل لهاد البلاصه هذه. النبه ديال الباطو قداش كبيره. حاجه وحده اللي خايبه في هذا البلايص اللي تيكونوا قريب للجبل بحال هكا هي الحجر اللي كيطيح من الفوق، وكل مره كطيح شي حجر كبيره. امتى كيكون بزاف؟ ملي كتكون العاصفه وكتكون الشتا وكيكون الريح، هذاك الشيء كيبدا يطيح بزاف، يعني صعيب على الناس يجلسوا في هذا البلايص هذو اللي هنايا. هاي الكوستا الاخرى اللي قلت لكم، عرفت على واحد الحجره توعد تفرج لي بزاف. هاي هادي هي الكوسطة، شو البحر شنو جامع هنا، العواد وجامع هادشي كامل، فرشية لي حال البحر. هاي هاد الشاطئ الرجلين ماشي عفطوش فيه، وما كاينش عاد شي واحد منين يدوز من هنا، من غير إلا كانوا قادو ليهم شي طريق من ليها عاد يقدر يدوز. ها واحد الشبكة مزيانة والله تصحيحه، دبرت على شبيكه غادي نطلع الفوق ونفكها. وكاين ضفدعه ضفدعه محمره والله تعالى بهاد البلاصه، شكي مقرمله. هادو غيكونوا غير حوايج ديال الحراقه الخوت، شي واحد مسكين طاحوا ليه غراق ولا مشاو ليه الحوايج ديالو، باقي مزيانين. هاكا مايك، هاي الميكا اللي كانوا فيها والله تاو ديال الحراق هذا. ما لقيتش منين نبات، كنختار دابا شي هبطه بات لي هذه اللي هنايا، هي اللي صغيره هي اللي نقدر نهبط منها، اما هذه كبيره بزاف ما نقدرش نهبط منها، كتعدي الاوزان، الا هبطت منها غادي نهبط بزاف ونصدق موعد في رجلي. حفريشة شكدير شكدير نضرب الموجة مكالي يا راسك.
في اليوم الثالث غيرت المعدات بمعدات الكشف عن المعادن والمفقودات، وهبطت باش نكتشف هذا الشاطئ الغامض ونشوف واش غادي نلقى فيه شي كنز. شاطئ بوفاديس غادي نهبطو نغطسو فيه لداخل. كما شفتو معايا كاين واحد الحجر زوين. اول حاجه فاش كنهبطو كنكتشفوا بان الشاطئ صغير، ما كبيرش بزاف، والرمال ديالو رمال سوداء يعني كحله. شوف كي دايره الرمله، هاد الرمله ماشي عباره عن صدفيات، الرمال الاخرى هي صدفيات، ولكن هاد الرمال عباره عن حصى يعني مسونه صغار. شوف كي دايرين، سبحان الله. المغرب فيه بزاف ديال الشواطئ، وكل شاطئ كيختلف على الشاطئ الاخر، عكس البلدان الاخرى او الدول الاخرى كتلقى عندهم البحار اغلبها نفس الرمال. المغرب سبحان الله شي حاجه زوينه. ها انتما شوفوا هذا الحجم الكبير ديال داك الحصى، يعني ما كاينش هذاك الببوش وداك الشيء ديال سميت، كاين غير المسونه حجر كبير. هذاك الحاله زون قليل هنا، البحر كيعزل الرمال، الحجر اللي صغير تابعوا الكبير غادي وكيكبر. شوفوا معايا هنا كاين الحجر صغير كيولي رمال، الا زدنا شويه لقدام غنلقاو حجر كبر منه، الا زدنا شويه لقدام غنلقاو حجر كبير غادي وتيكبر، ولا زدنا لتحت غادي نلقاو هذا الحجر هذا. الماتريال اللي غنخدموا في هذه البلاصه هو الديتكتور بطبيعه الحال، وعندنا زعانف، وعندنا كاميرا باش غنصور لكم هذاك الشيء كامل اللي كاين، وعندنا الماسك، واخر حاجه هي حزام الاوزان باش نقدر الى هبط نبقى جالس لتحت وانا مرتاح. غندخلو غريت لواحد البلاصه ريتل. الدولة دي الصيادة هذه أول حصيلة، ما عرفتش واش مزيانة ولا لا، بات لي فيها شوية صداع في هاد البلايص. هاديك النص ديالها بين كانت خارجة تخرج كاملة. دورمات صغار حتى هي كانت باينة، هادي غتكون ديال الأخرى هادي. هيكون ذهب والله، هذا بلي ذهب يا اخي 100 ذهب. صغير صغير شاشع من الشاشع. اللهم بارك. ما نضمنش هذا، هذا هو الخطبه ديالو تقوم. اللهم بارك. الله هذا نهار زين، البحر غير صغيور ومطيور، راه ما ساهلش هذا.
تشوفوا الحصيله ولا بلاش؟ ضروري. اه شو الحصيله فاش دايره؟ تقشيره. بسم الله. من شاطئ بوفاديس. عرفت علاش الحصيله مزيانه؟ ما كتبغيش تجبد، ما كتبغيش تخرج. غنبداو بالحصيله اللي شويه لا باس بها. الكورميط هذيك، هذي باينه، وهذي وهذي. دابا هادو كاملين ما يجيبو والو. هادي واقيلا الاخرى تقدر تجيب شي حاجه. 6 دراهم جاب الله. ولدونه اجي دابا نشوفو هذيك اللي ما بغاش تخرج. غنديرو لها بحال هكا باش تخرج. غنقلبو التقشيره. شو مسكينه. شو 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 الله الله الله. قلبي كيرفرف، قلبي كيترعد. شو واثقه في هذوك اللعيبه ديال هاد. هاي اللهم صفره مسكينه. هادي واقيله مصايبه باليد. هادي دي ماشي ديال الشركه ولا هادي، شي واحد صايبها بايدو منقوشه ومقاد. غتكون شي 40 غرام ولا شي، راه ثقيله. هذا اللي كيتفرج ويقدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللهم بارك. الله يحفظك. ما شاء الله. باش نقول لك واش كاين هنا، راه عندي غير لينات ديال لو سليمان. شوف الخدمه ديالها كيما قلت ما شاء الله، ماشي تاع زعاقه. مصايبه باليد. واه مصايبه باليد. واه قسامه. قسامه. عام هذا القسمو. عام تيدور عليه العام. دابا هذا العام كامل غيبقى هذا الفيديو يتشاف حتى يبانو ماليش بان مولاتو مرحبا بها. الغريب في الامر الخوت ان هذا الدبليج هذا ما لقيتوش بكاشف المعادن، لقيتو غير بالعين ديالي. تقريبا دابا درنا شي 3 السوايع ديال البحث، قلبنا فيها ولقينا هاد البركه هادي. كياكلني فيها اخو، كياكلني فيك، كياكلني منها. عيني بلاش ودني مسدوده بالماء. الله 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 مسكين. الله الله. كاين بعض الحوايج اللي كنلقاوهم في مناطق اخرى بحال هادي. هادي جاو عندي اكثر من 20 واحد وكلهم كيكذبوا. علاش؟ حيت هادي كتلقيتها في واحد البحر وهزيت اللقطه وحطيتها في بحر اخر. وجاو عندي دوك 20 واحد تيقول لي لقيتها في ذاك البحر ديالي. وذاك البحر ماشي هو اللي لقيتها فيه، لقيتها في بحر اخر وتا واحد ما جا فيه. بلا ما تمحر راسك الا بغيتي تكذب. يعني رسالة اليك ايها الطماع، لا تتعب نفسك في هذه النصبة. فإنها خاسرة. وكاين فيه شي حوايج بزاف، بعض العلامات اللي شفناهم ما نقدروش نبينوهم فيه. مولاتهم اللي عارفه. الحاجة ديالك غتعرفيها. كيفاش غتواصلي معايا؟ غتخلي لي ميساج في انستغرام وتقول لي المواصفات اللي فيه وكيفاش طاح لك وفين طاح لك. راه غادي نجيب لك الامانه حتى لعندك ان شاء الله.